هاي سير. هاي ماي فريند خضر ميك الار بي جي في بطنه، شايفه في مجنزره طلعت على رجليه، ووضعه الصحي سيء للغايه لانه بلده مليان حروب وبده يطلع من البلد وبدنا له فيزا. انا شو اعمل لك؟ ما كل بلاد العالم مولعوا فيها حروب، بعدين يعني سوري احنا ما بنعطي تامين للحروب، قصدي فيز. زلمه مسكين بقول لك ميك الار بي جي في بطنه وشظايا في صدره يا زلمه، مجنزره دبابه طالعه على رجليه مكسره مهضبات تهز برجليه. يا عمي اعطوه فيزا، والله والله اذا ما بتعطوه فيزا لينجلط وموت. صح يا خضر؟ زلمه انا جريح مش لازم احكي، مش لازم. طب خلص اسكت يا اخوي، احنا ما بنعطي فيز للبلاد اللي فيها حروب، اللي مولع البلاد ما بنعطيها سوري سير، ما راح نعطيه فيزا. شفيق ها اسمع، كله انا من طرف مطوع ابو خليل. منو مطوع ابو خليل؟ استاذ انجليزي علمني في السادس، بحكي انجليزي منيح. اوكي استاذ، يعني سير احنا من طرف مطوع ابو خليل الاستاذ الانجليزي. اسمع انت وياه لا تجننوني، على فكره انا بجسمي 10 رصاصات زهقان الحروب كلها، فهمت انت وياه؟ روح انقلع انت وياه من هون، انا مش لاقص. طيب يا عمي طيب قوم يا خضر قوم انقلعوا، انا طلعت انت وياه. وقفوا، انا ليبي قصدي ليبي. نسيت المخده. ورقك شفيق اللي بعده. انا خلاص انسى الموضوع، كنت احكي لك زيهم حروب وما حروب، بس شكله الفيلم محروب. يلا سلام. ابوك واعرف كيف دخلوا الكلاشين على السفاره. الو خضر، الو ابو الكنانير، وين انت يا زلمه؟ انا هاني على الدوار الثالث. اسمعت فكت المحل، في كياس زباله شيء؟ ما فيش، ما فيش. تعال متاكد؟ تعال. يا زلمه متاكد؟ تعال. ولك لكون مش متاكد. ضحكت عليك، بقول لك في الدوار الثالث كنت اتصير جوا. تتصير؟ شو الاخبار؟ هلين. اسمع، المره الماضيه ما زبطتش، المره هاد بدها تزبطك. شو في حكك يا زلمه؟ وين شو الدعوه يا زلمه؟ اسكت. اسمع، عملت لك دراسه 100% راح تزبط. شو اسوي؟ اعمل حالك مش ولا بد. كيف يعني مش ولا بد؟ امشي بالعكس يعني؟ شو انت سطل؟ سطل بالمرة؟ تعال وشو شو؟ صح انك ما تستحي يا زلمة، ايه؟ شو شايفني يا زلمة انا هيك؟ ايه؟ تمثيل تمثيل تمثيل، وبعدين بعدين ما انت بياخذ الفيزا. طب افرض اعطوني فيزا وحشروني معهم، انا وين لك؟ ايش راح يحشروك؟ المهم تاخذ الفيزا زي ما بقول لك، ايه؟ خلص. خلص حبيبي، خطتي مضمونه 100%. ماشي إيه. حبيبي خلص، انت بس انت زي ما بقول لك كل شيء تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا عمو. مرحبا عمو، انا مش ولا بد ونفسيتي كثير تعبانه، هو عندي حزاز. انت شو بتشتغل؟ انا بشتغل كفرجي، يعني اللي زينا شو بده يشتغل؟ بده يشتغل بنشرجي. هذا رفيقي الأسمر، هذا اسمه جيهان. اسمه جيهان؟ لا هو مجاهد بس من نادي جيهان. طب أنت ليش بدك الفيزا؟ عمو مزبوط، أنا كتير 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 تعبان، ما عندي خصوصية، إحنا بالبيت متأخذنيش 8 بغرفة واحدة زي السردين، وغير هيك دار عمتي بضلوا عنا وعندها بنات معنسات، بضلوا يحكوا له روح جيب لنا شيبس وبزر، شيبس وبزر، شغال على الخط طرطور، وغير هيك معي سهل. خبر؟ يلا يلطمك ويسخمك، وك شو اللي عامله بحالك ولا؟ انو خضر؟ مين هذا مقلعت هذا؟ روح خضر المخلص يلعب بالمراحيض. ولا خضر؟ ولك انا غاندي صاحبك، مالك؟ مين غاندي ومانديلا وستاليني؟ مين هذا المقلعت؟ خلص روح حبيبي. يا حبيبي غاندي، ولك انا صاحبك غاندي، نسيتني تبع الغاز. الغاز؟ روح انا اصرف الاخرعك اجيبك في سريلانكا. غاندي غاندي غاز بيش، انصرف ما اثقل دمك يا بايخ. هي انت خضر تاع الحرب، وانت جيهان صاحبك هذا عرفتكم. ولكو شو بدكم انتم مني؟ ما فيش غير هاي السفاره، ولكو ترى بحرقها علي فيها. امشي انت ويا من هون. انصرف يا مسقع خضر والله.